لك زميلتنا علا ابو خضر، اكيد مكملين مشاهدينا باخر فقرتنا الصبحيه. اكيد ميسان وعم نتابع اعمال دراميه، عم نحكي تحت الهواء كنا نعم انا وانت. عم نتابع يعني الكثير من الاعمال الدراميه السوريه المميزه، يمكن اسا ما كثير وضحت معالم بعض الاعمال صحيح. وتفاصيلها لانه استاذنا بداياتها، وفي اعمال لا وضحت يمكن وقدرت انه هي تجذب العالم. مزبوط ميسان، لهيك اكيد بدنا نحكي كمان عن الشعارات المميزه، شعارات الاعمال الدراميه اللي كمان هي باصواتها سوريه كثير. يعني شارات الاعمال الدراميه هي عم تكون يمكن لها بصمه خاصه عم تستمر الى ما بعد الاعمال الدراميه، عم تكون بجهد وتعب ملحنين وكتاب وشعراء والعديد من الاشخاص يلي عم يشتغلوا لحتى تظهر هي الاعمال بالصوره الاجمل والصوره الامثل وتضل محفوره بذاكرتنا ومتعلقه ايضا بالعمل الدرامي المقدم. هذا الموضوع رح يكون محور حديثنا اليوم مع الناقد الاعلامي ملهم صالح المختص بالشان الفني. يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك، كل عام وانت بخير. وانت بخير، اهلا زينب. يعني عم نحكي عن الاعمال الدراميه، يعني الشيء المميز او العنوان العريض هي شارات الاعمال الدراميه اللي هي فعلا مميزه، كانت باصوات سوريه او عربيه، وهي اكثر شيء بتنحفظ. يعني اول شيء بتعمل ترند او بتضرب مثل ما بيقولوا هي شارات المسلسلات، وهي اللي ممكن تخلينا نتابع المسلسل او لا. فخلينا نحكي عن هالسنه الشارات. إذا كنا بدنا نروح بس لمحة سريعة، يعني لمحة عن تاريخ الشارة بالدراما السورية. طبعا الدراما السورية بلشت مع افتتاح التلفزيون العربي السوري بمنتصف 1960. كانت بهذاك الوقت التقنيات كتير ضعيفة، كتير بدائية، وبالتالي كانت أغلب الأعمال ما لها شارات حتى، يعني مو بس شارات بدائية، ما لها شارات. بتقريبا مع بداية السبعينات بدأ اهتمام المخرج الدرامي السوري بانه يكون في للعمل شاره ولو كانت بدائيه. بنذكر منهم ترحم عليهم مثلا استاذ غسان جبري، استاذ علاء كوكاش، ويعني شريحه من المخرجين الرواد. وحتى اظن يعني من اول الشارات المغنات كانت لمسلسل اسمه حاره القصر ب 1970 حسب ذاكرتي. بس كانت هون الشارة لسه يعني ما كان لها قالب، ما كانت واضحة، كانت ممكن تكون موسيقية أكثر من غنائية. إلى أنه مع الثمانينات طبعاً إجا دخل الألوان، دخلت على التلفزيون لأنه كان كله أسود وأبيض، فهذا الموضوع ساهم بنوعاً ما الاهتمام كمان بالشارة. ويعتبر اظن يعني من كمان من اوائل المسلسلات اللي كانت تترافق صوره الممثل مع اسمه. تخيلي بال 86 هي مرايا 86 للكبير ياسر العظمي. هلا بالتسعين وبالثمانينات بدات الشاره تاخذ قالب، يعني ما بيصير عمل ما يكون فيه له شاره، وكان محدود مده الشاره بوقتها دقيقتين مو اكثر. هلا بالتسعينات مع دخول الفضائيات شعر المصنع الدرامي السوري بتحدي، وانه كيف بقى بده، لازم صار هون جزء من صناعه الدراما هو صناعه الشاره. نحن ما عم نقول هون صناعه الشاره بالتالي انه هي بالضروره تكون مغنات، ولكن صار في فريق عمل متخصص يهتم بالشاره. بالمناسبه كمان فينا نقول العقدين يعني الستينات السبعينات والثمانينات اهتم بالموسيقى التصويريه غالبا. يعني المرحوم مثلا عبد الفتاح سكر، سهيل عرفي، ابراهيم جودات، هدول ملحنين كانوا ما هم متخصصين فقط في الموسيقى التصويريه، وانما الموسيقى التصويريه الى جانب الحانون الغنائيه او المؤلفات الموسيقيه. بالتسعينات بنلاحظ لا، اختلف الموضوع، صار في اشخاص متخصصين بهذا الموضوع بلشوا يظهروا يطلعوا على الساحه. بنذكر منهم مثلا الاوائل اللي طلعوا على الساحه السوريه، فينا نقول سعد الحسيني، فينا نقول محافظ الالقاب للجميع، فينا نقول فهيده مرجيان، فينا نقول نوري اسكندر، فينا نقول يعني عدد، سمير كويفاتي. تقريبا يعني النصف الاول من التسعينات بداوا بالظهور كمتخصصين في الموسيقى التصويريه وبداوا يطوروا هي التجربه. الحقيقه النقطه المفصليه بالشاره
بإشارة الدراما السورية من النقاط المفصلية هي الحقيقة إشارة نهاية رجل شجاع. ولكن هون الشارة ما كانت يعني خالصة صناعة سورية 100%، كان يعني في بعض الجهود العربية اللي ساهمت فيها. هلأ رد برجع بقول مع كثافة إنتاج الدراما صار المنتج السوري وصانع الدراما السورية يشعر بقلق أنه منتجه ممكن ما يتسوق، ممكن ما يلاقي صدى كبير، فلذلك لجأ إلى الشارة المغنى. هلأ رح من هاي اللمحة نفوت على دراما هاي السنة. دراما هاي السنة السلة فيها المرة الماضية نحن حكينا أنه فيها 12 أعمال، 5 أعمال بأشامية و7 أعمال معاصرة. 10 من ال 12 هي شارات مغنات، فهي نسبة واضحة. إذا أنه الصانع الدراما الشارة المغنات تمام. وبالتالي في 2 من الأعمال ما كانت فقط هي موسيقية. هلا الخمس اعمال البيئه الشاميه كلها شارات مغنات. فاذا نحن المره الماضيه حكينا انه سيمه الدراما ب 2021 تركيز صناع الدراما على اعمال البيئه الشاميه. وبالتالي من هون كان عندهم استعداد لتكاليف لانهم يتكلفوا يعني يقدموا شارات مميزه بما يتعلق بالبيئه الشاميه، او خليني اقول يعني نوعا ما انتاجيا هي يعني فينا نقول انتاجها متوسط. بالاعمال المعاصرة أو الاجتماعية أو اللي تصنف يعني غير البيئة الشامية، حتى كمان كان في عمل واحد بدوي وحيد. من السبع أعمال هدول في 5 شارات مغنات. يعني أنا لما عم أقول من 12 عمل في 10 شارات مغنات، فمعناته هذا رقم بشير أكيد لأهمية الشارة المغنات. هلأ الأصوات اللي غنت هاي الشارات، في كان 3 أصوات من الشقيق لبنان، وكان في 7 أصوات سورية محلية. هذا اللي انا عم حاول اتذكره. ولكن اللافت بالمناسبه اللافت انه من العشر شارات المغنات في عندنا 5 شارات مغنات للاستاذ رضوان نصري. يعني اللي بتشكل نص نسبه الشارات المغنات. استاذ ملهم نحن معنا يعني رجعنا بعد ما تابعنا بعض الاعمال، طبعا في اعمال كثيره ما قدرنا انه نسمع الكل بشكل عام وملهم، يعني في اسماء يعني خلدت فينا نقول اعمال دراميه وقدرت انه تصنع وتترك بصمتها على هي الاعمال، ويمكن تجذب الاشخاص لحتى يعرفوا من وراء هي الشاره. شو هو المسلسل؟ الحقيقه بتجربه الدراما السوريه في كثير من الاصوات اللي يعني حققت حضور، وانا اليوم بلاقيها مناسبه كثير عبر الاخباريه السوريه، عبر كمان صباحنا غير، انه خلينا نترحم على لروحها للست مياده بسيليس اللي الحقيقه كمان كانت بصمتها واضحه على شاره الدراما، الشاره الدراميه السوريه. وخاصه بنذكر السنه الماضيه كان من اخر الشارات اللي غنتها حارس القدس. صحيح. واللي قبلها كمان كان في روزانا واعمال طويله. طبعا بالتاكيد هذا الحضور ميسان. انت اليوم لما عم تفوتي على كل البيوت العربيه 30 يوم كل يوم كل يوم بشكل يومي، هذا الموضوع وتحديدا بالدراما السوريه كان مشوق لكثير من الفنانين العرب ليدخلوا على الدراما السوريه على الشارع وهن ممنونين. يعني انا بذكر منهم مثلا كاظم الساهر، راغب علامه، بنذكر الكبير يعني الله هيك يمد بصحته وعمره جورج وسوف مثلا. بنذكر كمان من الشباب مثلا ناصيف، بنذكر كثير الحقيقه شريف كمان ايضا معين شريف. انا يعني يعذروني اذا كنا عم نستحضر الحقيقه، لانه وهي الشاره اللي هي بتعلق في نوع من انواع الشارات اللي عم يجيدوا انهم ينجوا، اللي هو راسا بيلقطك. وهي السنه من هذا النوع لاحظت مثلا شاره الكندوش. الحقيقه الشارتين الاولى اللي هي بصوت معين شريف البدايه يعني، وشاره الختام اللي هي بالصوت الرائع طبعا لعامر عامر خياط كمان. هي ما فينا ننسى شارات اعمال مهمه كثير، ضيعه كثير الحقيقه. ما بدي انسى. وحتى المطربين نفسهم او المغنيين لما بيكون عندهم حفلات تخيلي مثلا بيطلبوها الجمهور، بيطلبوا هي الشاره يعني.
فهي لانها بتسكن بالوجدان وبترتبط بالعمل من هون مثل ما قلت لك، وبتذكر بمناسبات رمضان وهيك اجواء رمضان، فبتحسها مرتبطه بالذاكره دائما. تماما تماما يعني، وبتعطي ايضا بعد يعني، هي بتخليك بتهيئك نفسيا للعمل. يا ترى هذا العمل في هو رومانسي ولا هو حزين ولا من خلال الكلمات والالحان اللي بتكون موجوده نعم. بالشارع بتقدر يمكن توصل لفكره احيانا في فكره بتعطيك اياها. تمام يعني هلا مثلا هذا الموسم في ملحم زين، في عبير نعمة، في معين شريف مثل ما قلنا، مع تحية للجميع. وفي من الميزة كمان بيجمع الحقيقة كمان، أعتقد هي للمرة الأولى، مسلسل خريف العشاء بيجمع الجيل الثاني من الأخوين رحباني اللي هن غدي رحباني عمل الكلمات، وأسامة الرحباني اللي عامل الموسيقى التصويرية. فإذا لما بتلاقي أنت عندك هي الأسماء اللي هامة جدا وهي قامات على مستوى الوطن العربي كلها عم تشارك، فبالتالي بيأكد لك على أهمية الشارة وسرعة وصولها. نعم، نحن أكيد يعني بنتمنى هيك من هون لآخر الموسم الرمضاني كمان نستضيفك حتى نحكي أكثر عن الأعمال الدرامية بشكل مفصل. أما الشارات أكيد بدنا نقول يعني بصمة مميزة إن كانت غناء ولا كانت موسيقى، بدنا نقول إن شاء الله هيك يمر الرمضان على خير وتوضح الصورة قدامنا أمام الأعمال الدرامية، وبالتوفيق للجميع. بالنهاية عمل سوري 100% خالص، نحن بنشجع الأعمال الدرامية السورية أكيد. أنا بدي أتشكر كل الصناع الدراما السورية اللي رغم كل هاي الظروف حاولوا أنهم يكونوا موجودين، ما يشكلوا هاي الفجوة بالنسبة للمتلقي العربي. والحقيقة كان فينا نفوت أكثر بالتفاصيل، لكن هاي الوقفة اللي هي سريعة لحتى بس نتطرق هيك على بعض النقاط السريعة تمام. على الشارات، ولكن إن شاء الله بعد رمضان ممكن نفوت بالتفصيل سواء أكثر. بصريا أو موسيقيا. شكرا كثير لك أستاذ ملهم صالح. وأيضا بدنا نذكر بأنه فعلا إضافة للشارات في بصمة مميزة للموسيقى التصويرية للدراما، عم تكون هي محفزة لحضور الدراما بلحظة من اللحظات، وعم تلعب دور كتير كبير ما فينا ننسان. أيضا تحية لكل الملحنين السوريين والمؤلفين الموسيقيين السوريين. شكرا كتير لك. شكرا لك. شكرا، يسعد صباحكم. أما هلأ شوي رح نروح